السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم. مثل ما عودناكم على تكملة جولتنا اليوم في مناطق عدة من مدينة تكريت على النازحين من أبناء المحافظة، لنطلع على واقعهم المعاشي وواقعهم المالي. تعالوا معي حبة المشاهدين وهذه الجولة. السلام عليكم. حجي شلونك يابا؟ عمي. عمي شلونك؟ هلا يلا. شلون همتك؟ هلا. الحمد لله على سلامتكم. سلمك الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. يرحم والديك. بارك الله فيك. يرحم والديك. حجي احنا اليوم قناة صلاح الدين نتجول اليوم يعني على النازحين اللي ساكنين بمدينة تكريت، نطلع على واقعكم، شلون وضعكم اليوم؟ والله على شلون الله. شلون عيشتكم هنا؟ الحمد لله. الحمد لله. على الله. ليه نازح عمي؟ نازحين احنا من الصينية. ايه. والكركوك وجينا جاي. شلون وضعكم اليوم هنا داخل مدينة تكريت؟ على الله. أريد تتكلم لي اليوم شلون يعني هذا البيت بالبداية آجار هذا البيت؟ واحد. اي والله آجار 200، شوف تشيل كوارد وخرن ب 200 ألف في الشهر. عندك وارد مالي مثلا تقدر تسدد الآجار يجيك؟ والله ما عندي، عندي راتب بالطاقة وهذا الشهر مقطوع وهذا الثالث. 250 اشتغل بالطاقة الغازية. كركوك. نعم. ورحت من هنا حطيت 60 ألف أجرة من الشيخ هذا وغير استقرضت من العالم، حطيت 60 ألف وما حصل شيء ورديت. والحمد لله والله هسه أنا حاليا اكو جماعة مثل شر هزلمة هذه يدري بحالتي، ينطوني زكاة، ينطوني مال الله، ها صدقة من مال الله يعودون علينا، واللي ينطينا طحينات ويشوف هاي هذا من هذا مثل اللي ينطونا الطحينات واللي ينطينا تمنات وعايشين. الحمد لله. احنا 16 ادمي. 16 عادي. نعم داخل هالمنزل هذا، داخل البيت هذا. والله هذا البيت 16. السلام عليكم حجية. شلونك يوم؟ شلون عافيتك؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، ارحم والدي. شلون وضعكم هنا؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. اي والله. حجية ايش قد عدد الافراد الاسرة الموجودة بهذا البيت؟ 16. 16 نفر. 17. 17 نفر. اي مو 17. 16. 16. 16. 16. شلون وضعكم هنا؟ والله الحمد لله. اكو حد مركم سال عليكم؟ من مرة قال رب العالمين. المسؤولين مسؤولين محافظة ما حد مركم سال عليكم؟ والله ما عاد ليش ما يمرنا خطأ يا هم. والله هذا الموجود ينطلنا يا عمو. ايه. المنظمات الإنسانية مروكم سألوا عليكم؟ اي ترى ما جاء والله. دارة الهجرة 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 مروكم سألوا عنكم؟ والله ما المنح المالية؟ والله حرام. والله ساعة عندي وصل من السابع وصل لحمر، والله ما حصلت منه كل شيء، والله ما كل شيء ما حصل. نروح ونسجل وماكو. البارحة دزني الشيخ على جماعة هناك ما لقيت، سجلت وماكو. وضعك الصحي شلون يا حجي؟ والله انا مالي حيل. السلام ان شاء الله. الله يسلمك، الله عافيك. الله للجامع والله ودخلت قوه يلا وصلت هين جابوني. جابنا خال هزلمه هين للبيت قوه. نعم. بس انا والله هزلمه هذا زين علينا حيل. هذا الشيخ علينا حيل حيل. عمي شو تطالبون اليوم الحكومه المحليه بالمحافظه؟ ها؟ شو تطالبون من الحكومه المحليه؟ شو انطونا؟ شو تطالبون شو تقولون؟ نعم. شو تطالبون من الحكومة؟ شو تقولون لهم للحكومة المحلية؟ إيه؟ المسؤولين بالمحافظة شو تقولون لهم؟ أقول لهم على الله، بس يا الله يرحمنا، ريد الله يرحمنا إن شاء الله، إذ رجع على الإسلام ريد رحمة الله، ريد الفرج من الله. هو كل شيء بغير أمر الله ما يصير. سادة لطيف، أنت اليوم مختار هذه المنطقة. نعم. تكلمي عن حالة هؤلاء النازحين وضعهم، نوع المساعدات اللي يقدموها المنظمات، دارة الهجرة مرتهم، سألت عن واقعهم وضعهم. بصراحة أستاذ احنا نشكر قناة صلاح الدين سباقة بهذا الأمر. بالنسبة لهاي العائلة تتكون من 16 نفر. نعم. وأمورهم تعبانة حقيقة يعني. نعم. فاحنا نتفقد مرات، تدري أكو ناس حالتها زينة حتى لو كان هو مهجر أو وافد. أكيد. وأكو ناس تعبانة يعني، مثل الحج هذا عنده مثلا 16 نفر. نعم. وماكو معيل بس الله سبحانه عز وجل ثم هو. نعم. الشخص هذا فأمورهم تعبانة، تعرفهم أجر 200 ألف. نعم. فمرات احنا تدعف الامور يعني اكبر من طاقتنا حقيقه يعني، نجي على الخيرين اصدقائنا مثلا او اكو منظمات انسانيه يعني مجتمع مدني
نقول ننقل معاناة هذول الناس. نعم. نقول لهم يابا عندنا ناس مثلا تعبانة، أمورهم تعبانة، فنريد بس ذول لو تجون بس تشوفونهم، صوروهم. نعم. التقوا بيهم، شوفوا شنو متطلباتهم بالحياة. حقيقة هذا الحج حاولنا قدر الإمكان أنه نساعده من يعني من شلون جبنا الخاصة، يعني نقدم له خدمة لأنه أموره تعبان، تعرف. بارك الله بيك وبيك. فهذا من واجبنا طبعا، لأنه هي أزمة ورح تعدي، وإحنا طبعا نشكر بالنسبة للجهات الأمنية ما مقصرة، بس إحنا عتبنا على المنظمات المجتمع المدني ما جاي تجي وتفقد أحوال الناس. يعني مثلا البارحة عندنا جماعة يمكن الصليب أو الهلال الأحمر إجوا وراء المدرسة اللي هي مدرسة الأحرار اللي داخل البعبيد، تجمعت تقريبا ما يقارب 400 أو 500 نفر. طبعا تعرف أنت التجمع يعني حقيقة ما تعرف، ما تفرق بين أنه هذا مستلم أو ما مستلم. فإحنا طلبنا منهم أنه يجون علينا إحنا حتى نعرف اللي ما مستلم واللي مستلم. جرودات بالمناسبة عندكم أنتم كمختارين هنا؟ نعم. بالنسبة للنازحين اللي وافدين على هالمنطقة كلها، حتى الوافد اللي جاي من غير محافظة سواء كان نازح أو وافد. نعم. عندنا سجلاتهم، عندنا مستمسكاتهم كاملة، عندهم البطاقة الأمنية أو سواء وصل، عندنا يعني جرودهم كامل. حتى احنا يعني تعرف الجرودات تصل للاستخبارات، الأمن الوطني، قيادة الشرطة، المجلس محافظة. نعم. تعرف هاي يعني، بس احنا المنظمات حقيقه قاعد نعاني، لانه انا بالنسبه لي يمكن 4 مرات اروح اللي هي المخازن اللي بالطريق القادسيه. نعم. 4 مرات اروح اخذ عينه من الناس، اقول لهم ذولا ناس ما مستلمين. واذا مستلم انا اتحمل كافه المسؤوليه مالته. يقول لي باشر وبعد باشر وباشر وبعد باشر، وحتى انطيه المستمسكات الغذائيه، تعرف يطلبون البطاقه الغذائيه انطيهم اياه، ولكن ما نعرف وين تروح، يعني حقوقهم ما قاعد يستلمونها. فإحنا الناشد الجهات الأمنية أو القوات الأمنية أنه حتى لو كان يعني بالاستلامات بالخازن والمخازن، أنه طلع مثلا يعني ناس يعرفون هذا ما مستلم وهذا مستلم. هذا السياق معمول به عند الأجهزة الأمنية وكذلك عند المنظمات اللي موجودة بداخل المحافظة. بالضبط. إحنا نعرف، إحنا كنا تعرف نازحين، كنا بالمناطق الشمالية. كنا نعرف أنه المنظمة من نستلم حصة أو نستلم مساعدة يختمون على البطاقة الغذائية حتى يعرفون هذا مستلم أو ما مستلم. أما هنا لا، يخبطون الأوراق، المستلم ما مستلم، أكون أستلم 10 مرات وأكون ناس بتستلم. أعزائي المشاهدين، لا زالت جولتنا مستمرة في هذه المنطقة للاطلاع على النازحين وواقعهم ووضعهم المعاشي. تعالوا معي حبة المشاهدين لتكملة هذه الجولة. يا الله. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتكم. انتوا نازحين؟ نعم. من اي مكان؟ نازحين من الشرقاط. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شلون وضعكم المعاش هنا؟ والله الحمد، والله هل مهجرين. نعم. واحنا من عايشين بهذا البيت بايجار 100 بالشهر دوم طين. 100 بالشهر هذا البيت؟ ايه. هذا المكان ب 100؟ اي والله 100. طيب ايش قصر لكم من طلعتوا من الشرقاط؟ والله صار لنا تقريبا 7 اشهر. هاي الحالة المرضية اللي موجودة عندكم، عندكم حالة مرضية دا أشوفها، هاي هذا المقعد شنو إيش عنده؟ والله هذا أني أريد يعني أريد طب الإهادة، أريد من الله منكم، أريد لعلاج. نعم. هذا عنده شلل رباعي دماغي. إيش قصر هاي الحالة؟ هذا ولادي. ولادي. ولادي راجعت بي سويت ما سوت ما جابت نتيجة. نعم. والله أكو يعني قبل لا صارت هاي الفترة قالهم إلا طب بالخارج يزرع ولا جهاز. بس الحاله ما تساعد على ما نقدر نزرع على الجهاز. نعم. هو هذا حالتنا. رب العائله، رب الاسره، شنو عمله؟ شو اشتغل؟ عنده عمل؟ اي موظف هو. موظف. اي. راتبه يكفيه لو ما يكفي بالنسبه لعيشتكم ووضعكم هنا؟ والله بالايجار وبالهاي يعني ما كفي مال 13. طيب علاجه شلون هسه بالنسبه لوضعكم هسه حاليا، شلون علاجه؟ تنطوا علاج؟ لا كل شيء ما انطي. ما انطيه كل شيء. مريتوا لدارة الصحة هنا للمستشفيات؟ اي مرينا لدارة الصحة، انطونا هذا الكرسي المقعد له. فقط هذا المقعد؟ اي المقعد.
شلون لكم على حالته؟ شلون ماكو يعني ماكو فد علاج هنا يتم بداخل العراق لو خارج العراق؟ والله ما حكينا على حالته، بس انا راجعت قبل اخصائيين قالوا لي هذا بالخارج العراق تلقين علاجه. نعم. أيوه. المنظمات الانسانيه مروكم اللي جاي يتفقدوا احوالكم، ساعدوكم، قدموا لكم مساعده؟ مرتنا، نعم مرتنا منظمه انطتنا هم كرسي له. نعم. نعم. دائره الهجره مسجلين بها سحابي؟ والله سجلنا بس اي شيء ما طلعنا من دائره الهجره، لا بالايجار ولا طلعت لنا، بال 480 ما طلعت لنا، ولا بالهجره ما طلعت لنا، سبحان الله قدمنا فايلات بس شو ما طلعت اسمانا. الله يعينكم ان شاء الله، شو تناشدي المسؤولين بالمحافظه شو تقولي لهم؟ والله اناشدهم اريد علاج لابني ويرجعونا على ديارنا. ان شاء الله. اول طلبتنا نرجع على ديارنا. واريد علاج لهذا الصقر، اللي يقدر علي يكسب بي اجر. اي هذا ابني. كذلك احنا دعوتنا ان شاء الله للناس الخيره للمسؤولين بالمحافظه ان يتوجهون او يمدون يد العون لكم، ومثل هيك حالات الحالات المرضيه يعني هذا طفل من الاطفال النازحين اليوم مقعد هو على هذا الكرسي. والله احنا نريد بس اريد له يعني اريد اطلب يعني اللي يكسب اجر يعني يجنا يعني من يطلعون اخوانه يقعد يقوم يبكي يقول انا اريد اطلع وياهم رجلي ماشي اني يطلع. وقالهم على اساس الى زرع جهاز بالدماغ ينطي اعازات للجسم. اكو هيك شيء يعني؟ يعني اكو هيك يعني حكي بس فعليا ما اعرف، بس بكت اطلبهم يعني مبالغ عاليه ما عدنا ندفع. الله كريم ان شاء الله، الله كريم، بارك الله بك. وبيك. السلام عليكم. السلام. شلونك اليوم؟ شلون عافيتك؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم ويعافيكم. شلون وضعكم هنا؟ تعي هنا، تعي هنا، تعي هنا. نعم. والله حالتنا قشره. وشوف شلون قاعدين، وعندي والدتي مريضه. وتعبانه والله، وشغله والله حالتنا حيل تعبانه. ايش صار لكم هنا؟ والله صار لنا اسبوع المضى كنا بغرف قاعدين بالايجار، وجينا هنا قعدنا بهذا المكان اجار لو لا لا بلاش بس اي هاي غرفه وهذا معاها. اريد اشوف وضعكم بداخل الغرفه. استريح فوت حياك الله. الله يبارك فيك. هذا المكان هو اللي اويكم؟ هذا سويناه. هذا شنو المكان؟ والله هذا شادر سويناه، شافت عينك حطينا به الغراض والقش. يعني هذا المكان هم تنامون به؟ اي والله تنام به اخويا ومرته. مكان الطبخ وين؟ والله مكان هذا مكان الطبخ. هذا مكان الطبخ هنا؟ اي والله هذا هنا مكان الطبخ. شلون قدرتوا ترتبون وضعكم بهالمكان هذا يعني؟ والله شو نسوي من العشاء، والله ذقنا من مطره الدنيا والله فاضت، هذا القش كله تنقع. نعم. اي والله، وهذا الغرفه هم يعني من هنا خرت من هناك، لا والله ما خرت. شو نسوي؟ الحمد لله. عندك هنا يعني حاله مرضيه موجوده هنا؟ اي والله مرضية. عندي هذا الحجيه والدتي مريضه وعندها مرض مزمن. شو عندها مرض؟ والله عندها مرض براسها مزمن. اه اه. أيوة. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك يوم. شلون وضعك؟ الها الكريم. الحمد لله، الله الكريم. الها الكريم. الحمد لله على سلامتكم قبل كل شيء، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ويعافيك، يرضى عليك. الله يسلمكم. الله يسلمك ويعافيك، يرضى عليك، خلوا واليك. الحجية عندها راتب؟ لا ما عندك راتب. ما عندي، كل شيء ما عندي. نعم. كان الراتب بس شايله وبعد ما حنا بس سد علينا. اي والله، وعلى اساس اسوي لها راتب وبعد ما سوينا لها، والله هذا وضعيتها وحالتها، علاجها والله قال جاي ناخذ اللي هي كل شهر. الاطباء الموجودين هنا يعني اكو اطباء خيرين ان شاء الله، هي لو خليت قلبت نقول، لكن اكو ناس خيره هنا تمد يد العون. رحتوا لهم للاطباء هنا؟ لا والله ما رحنا، تطلع اللجنه هنا وعلاجها ما لقينا عنهم والله. يعني جتكم لجنه؟ اي لجنه هنا طبيه تفتر، بس ما لقينا علاجها هنا، ارتين وما ادري شنو، هذا العلاج قوي يقول ما موجود هنا. وين العلاج هذا قالوا لكم؟ يا مكان والله جاي ناخذه ساعه من الرعايه حاليا. من الرعايه؟ اي والله. مقابل ثمن اعتيادي؟ اي. رب العائلة هنا شي اشتغل؟ والله يشتغل يبيع شاي، يبيع شاي والله. يبيع شاي، بالتالي هذا المردود المالي ما يكفيكم. اي والله ما يعني مشي حالنا. شلون مرتبين وضعكم هنا؟ العيشة؟ والله العيشة والله على شغلة اخوي وبس، لا راتب ولا شيء، يبيع شاي يجيبهن من هنا علاج، وامرته مريضة وامه مريضة والله ودوبة يعني مساعدة. الناس الخيرة هنا يقدمون لكم يد العون، يمدونكم يد العون. والله بس عندنا هنا مواد ناخذ بس. منين تاخذون؟ على اي طريق؟ على المنظمات؟ اي لا لا مالت المنظمه بس. الحصه التموينيه بالنسبه لكم للعوائل العراقيه اليوم بتستلموها الحصه التموينيه؟ لا والله ما استلمناها، بس جاي نستلم حصه مالت المساعدات. نعم. اي والله. داره الهجره مروكم؟ سالوا عنكم؟ لا والله ما حد مرنا. ما سجلتوا بالمنح الماليه؟ والله المنحه سجلنا بها بس ما طلعت اسمانا. ما طلعت؟ اي والله ما طلعت، صار لنا بالخمس اشهر سته مسجلنا من طلعنا وما طلعت اسمانا.
نعم اي والله. شو تناجدي شو الطالبين الحكومه المحليه شو تقول؟ والله نطالب نريد ان شاء الله نرجع لديارنا والله يستر علينا وهذه نرجع ان شاء الله لبيوتنا ان شاء الله ان شاء الله وبيك على بيكم. اعزائي المشاهدين هذه بعض وجزء من الحالات الموجودة في مدينة تكريت من النازحين. مناشدتنا هي إلى السادة المسؤولين بالمحافظة وإلى السادة المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين أن يأخذون دورهم، وكذلك مناشدتنا إلى دائرة الصحة صلاح الدين. اليوم هذه الحالات اللي موجودة حالات مرضية هي صعبة ومستعصية على العوائل لعلاجهم. اليوم حالتهم المادية كلش تعبانة. فبالنهاية تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.